الو، ايوه ازيك يا فندم؟ تمام الحمد لله. تمام، ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اسمي شروق. شروق، ازيك يا شروق؟ تمام الحمد لله. كم سنه شروق؟ 20. 20 سنه مرتبطه؟ كنت متجوزه وانفصلت. انت لحقت يا شروق، انت كلك على بعضك 20 سنه. اتجوزت شهر ونص. اتجوزتي شهر ونص، ايه اللي حصل يا شروق؟ ليه انفصلتي؟ الانفصال كان بسبب والدتي. والدك ولا والدتك؟ والدته. والدته، ايه بقى؟ ايه اللي حصل من والدته؟ من تاني يوم جواز وانا في مشاكل. طلبت مني ان انا امسح لها واروق لها الشقه وكده. انت اتجوزتي في شقه، طيب في شقتها ولا في بيت عيله؟ لا احنا كنا في بيت عيله بس مفيش الا انا وهي في البيت واحد. هي كانت في الدور التاني وانا الدور اللي فوقها. وبعدين؟ بس ندهت عليا وكده ان انا انزل بعد ما اهلي جم ان انا اروق لها وكده وامسح لها، فطبعا انا ما رفضتش لانها امي. جميل. فعملت كل حاجه وكده فلقيتها وشها قلب عليا، فبقول لها مالك يا ماما؟ يعني بعد ما عملتي كل حاجه مش قلب عليكي؟ مالك يا ماما، فيكي ايه؟ اللي مزعلك؟ بتقول لي اصل انا مش عايزه اوريكي الوش التاني. طب ليه؟ ما انت هي طلبت منك تمسحي لها البيت ومسحتيه لها، امال هي عايزه ايه؟ كل حاجه. دي تدبح لك القطه. وبعدين؟ فانا قلت طب يعني اعمل ايه؟ طيب انا عملت اللي انت عايزاه، بس ما بيني وبين نفسي عشان ما تحسش ان انا بعملها حاجه وانا غصب عني، لا بعملها كل حاجه برضا ربنا. فبعدها يوم التاني لقيتها برضو نفس الاسلوب وكده، فطبعا قلت ده عادي ما فيش اي مشاكل. فجيت في مرة كنا قاعدين أنا وجوزي مع بعض وكده فوق، ندهت عايزين ما انتوا قاعدين، احنا قاعدين، طب انا هطلع اقعد معاكم. فطلعت قعدت معانا، فطبعا كنت قاعدة عادي زي واحدة عروسة كده. فلقيتها ايه، قعدت كده من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح. 6 الصبح؟ دي ماما بقى كانت باركة يعني. فراحت نادها على ابنها اللي هو العادي. قلت له يقعد معانا، فاكر بقى جايبين كوتشينة وقاعدين بيلعبوا، وطبعا قعدنا مع بعض كده يوم ورا يوم في الموضوع ده. قعدتوا كده كذا يوم؟ فطبعا انا طبعا انت بتخشي تغيري هدومك عشان ما تقعديش براحتك لان اخو جوزك موجود. اكيد. ف طبعا ايه، يجي الفجر اصلي يتريقوا عليا. ليه؟ يقولوا لي الشيخه شروق، الشيخه شروق، انت اللي عامله البركه في البيت. تريقه. كان بلاقي اسلوبي كويس. فطبعا كنت بعد طبعا لسه بنت، لسه عروسه ومتجوزه، فما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه، دي امور شخصيه عائليه وهتخلص يعني بعدين. فطبعا جه بقى المواضيع كتير كترت، كل يوم كنت عليها الساعة 7 الصبح انزل اروق لها انفض لها، كل يوم اشيل الحاجات، تبقى متعمدة ان انا اشيل كل حاجة وانفض وكده. تيجي بنتها اولادها يجوا الاطفال الصغيرة، اخذ ابنها مثلا يعمل بدي يعمل حاجة انا اشيل مكانه. طب وهي هي ما تشيلش مكان ابنها ليه؟ لا ما اشيلش. فطبعا بتكلم مع جوزي، بيحصل من مامتك حاجات كتير فانا ما بقدرش اتكلم معاك فيها، بيحصل من اختك كذا، فبيقول لك ماما عايزه تربيكي من اول وجديد. فطبعا رديت عليه قلت له يعني انا ناقصه تربيه؟ قال لي لا هي عايزه تربيكي بفكرها هي بطريقتها هي. قلت له لا بس مش بالطريقه دي، الطريقه دي هتخليني انا هزهق. رد عليا قال لي ايه هو ده كده؟ قلت له لا هو مش كده. جيت في يوم السادس سادس سنين ايه، ندهت عليا قالت لي شو قلت عشان نعمل الاكل من بالليل، نحضر كل حاجه عشان اهلي كانوا يجوا بكره نغديهم وكده. قلت لها حاضر يا ماما وكده، وقعدنا مع بعض ومش اي حاجه. ثاني يوم نزلت الصبح عملت كل حاجه عشان اهلي يجوا وكده، طبعا تلاته غيرت هدومي قبل ما يجي. ف تخيل بقى لما
اهلي يجوا وبيسلموا تقول لهم ايه؟ اصل انا عملت الاكل كله وهي نايمه من الصبح وبنت عليها ما بتعبرنيش. بسم الله ما شاء الله فاهلي كدابة كمان. لاحظوا ايه الموضوع ده من ناحيه. طبعا قعدنا وكلنا خدوا بعضهم ومشوا. عايز اقول لك مفيش ساعه كنت قاعده انا وجوزي معاهم تحت فنفتت الموبايل بتاعي ماما بترن عليا فانا نسيت. ردت هي عليها ايه مش عامله ايه تمام الحمد لله مشروع فين؟ قالت لها بشوف التليفون فوق. قالت لها ايه مشروع فين الحاجه الحلوه والفاكهه والكلام ده؟ قالت لها انا جايبه زبده. طبعا انت كل مره بتطلبي مني حاجات بس ما اعرفش ان الفاكهه دي هتبقى ليكي انت، انا بعتك انت فطبعا دي اسمها انت وغير. يعني هي قالت لها ابعتي لي فاكهه وحاجات كده كمان. فالمهم ايه كلمه من هنا انا بس عشان ما توهش منك يعني لحد دلوقتي انا مش عايزين نخش في رفايع قوي، وصلنا ان احنا اتطلقنا ازاي؟ لا اتطلقنا ازاي دي ان هو اتجوز عليا. ايه؟ اتجوز عليا في شهر ونص؟ شهر ونص بعد يعني كل الاحداث دي في شهر ونص وبعد كده اتجوز عليكي في شهر ونص؟ وجابها لك في البيت؟ جميل يا اخي دي. وقال لك دي هتقعد معانا بقى بحيث انا ابقى متجوزة وماما موافقه. مامته مبسوطه وفرحانه بيها. وهي بتمسح لهم الشقه برضو؟ لا كان عايزني. انا بقول له انا مش خدامه لحد، انا بقى كنت بخدم مامتك بخدمه ذوقيه. فرد عليا قال لي ايه ده ايه ده، انا بتكلم على العروسه الجديده ما اعترضتيش يعني، طب ايه ده مين دي؟ انا عملت مشاكل، انا عملت مشكله كبيره في البيت. انا عايز اقول لك انا خرجت من بيتهم بالضرب والاهانه في الشارع ياه. عشان عايز اروح لبيت اهلي، وكان دايما يحبسوني في البيت واقفين عليا الباب بالجنبوش. انا بابايا لازم قوات الجويه بتطلع المعيش عشان خاطر 40 سنه طلع المعيش عشان خاطر يجهزني ويجوزني تمام. فبعدها ازاي ان انا اخرج من بيت اهلي من بيتهم عشان اروح لاهلي وكده؟ هم كانوا عايزين ان انا اكون خدامه ليهم ودي تبقى قاعده في بنتي. انت زعلانه على الجوازه دي يا شروق؟ لا للاسف مش زعلانه. لا من للاسف ليه؟ ده تقولي لا الحمد لله مش زعلانه، مش انا للاسف. بقول انا مش زعلانه. اها ليه؟ عشان ربنا بيدينا يعني ربنا بيدينا بالوحش الاول عشان يبقى يدينا الحلو بعدين. لا الحدوته مش كده، ربنا ما هواش بيعمل فينا كده. انما انت كان الاختيار غلط واخترتي ما غلط كانش اختياري ايا كان بقى، الوقعه كانت غلط ووقعتي غلط بس ربنا نجاكي منه. حتى لو خارجه منه متعوره يعني في الجوازه دي لان هي مش خارجه سليمه خلاص يعني بقيتي مطلقه، انما ربنا كرمك انك بعدتي عن العيله دي. ده عيله والعياذ بالله على كلامك، ومن كلامك بقول انا ما شفتش كده، ما شفتش حما كده من اول يوم تعالي مسحي لي البيت وبعد كده تطلع تغتت وتقعد في البيت مع في بيت عروسه لحد الساعه 6 الصبح وتجيب ابنها التاني وبعد كده تجيب بناتها عشان تغيري لعيالهم وتنظفي لهم وبعد كده تصحيكي وتسهرك تطبخي وفي الاخر تقول انا اللي طابخه والبيت نايمه طول النهار وفي الاخر تكلم امك تقول لها ما جبتلناش فاكهه. ايه ايه النتانه دي؟ يعني سوري في الكلمه، ايه النتانه دي؟ ايه العيله دي؟ انت نسبتي العيله دي ازاي؟ ازاي كده؟ ايه النتائج؟ ايه ده؟ وبعد كده الواد يتجوز عليكي في شهر ونص ويجيبها ويجي البيت، ايه السفه ده؟ دي عيله إيه؟ اقول لك حاجه يا شروق، دي مش عيله مع الاسف يا شروق، انت ما وقعتيش في عيله، انت وقعتي في عصابه.